افريقيا اسيدي، كنا كنجيبوا بحال هاد الكراس هاد الافارقه بلاش اسيدي. وي لعاب كنعرفوه كنشوفوه في البطوله كيفاش كيلعب كيفاش، اللهم هذاك وهذاك ديال است في ان شاء الله الى جاته هو. وي سميتو عرفتو عرفتو داك اللي كان في الجيش. مزيان لا لا مزيان في الكاري، مزيان في الكاري. نكونوا بعدا غير ولاد البلاد ويشوفوا شي لعاب، يرجع مارونغورا مزيان، وهذوك لي زافريكان يسيفطوهم يبيعوهم او لا يسيفطوهم بريتي ويهنيونا منهم وصلا عندنا واحد الثاني هنا قادين الخلاطه. هذا الشيء اللي خصني دابا سيرتو دابا مع العمري فهمتي، وي العمري غادي هذاك غادي يدير شغله فهمتي. وي رغم هو كيبغي يطلع الدراري الصغار فهمتي. وي نتمنى الثقافه ديالك ما كيبغي الدراري الصغار يطلع حتى واحد ما يكره الدراري الصغار، ولكن راه الضاجه هذه راه كتلعب على الالقاب. الله جل ماشي دوك الفراقي اللي كتجي تجرب فيهم ولا تقول تخدم بروجي، اللي بغى يخدم شي بروجي يمشي اخويا عطا الله الفراقي اللي كيخدموا على البروجي وكيلعبوا على باش يتكلاصوا ويتيام ونافيام، المهم يوجد فرقه المستقبل راه كاينين. انا تنقولها بن مسرح لا السي العمري ولا السي الطاوسي، اللي بغى يخدم على بروجي طويل الامد عطا الله الفراقي اللي كيخدموا. حنا ما كنخدموش على طويل الامد، حنا كننافسوا. حنا اذا لعب واحد جون عندنا كيخصو يكون واحد في وسط 11 واحد ويبين ويبان في المستوى ديالو بحال الشكل ديال رحيم، كيما لك تطور في مستواه ولا في مستوى ديال اللي قبل منه اللي تيتشري مرحبا. اما داك اللي غيبقى نصبر عليه انا 5 سنين وانا كنصبر عليه ويزق لي السونتراج ويزق لي الدريب ويزق لي الباس وما كاين مشكل وكره قدام بوطو ويضربها فوق البوطو، هذاك الشيء يمشي اخا الاحتكاك يمشي يحتك يمشي 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 بريتي فين يتعلم هذا الشيء اللي كاين. ولكن الاخ يوسف انا اللي كيعجبني في ولاد الرجاء اللي كيعجبني يعني كيموتوا على التون، يعني هذا هو واحد الحاجه هذه زعما هذه ما خصش بنادم ينقرها، لان كتشوف الراجل لعبات اصاحبي واش انت كتصور ديك الفرقه ديال الراجل اللي لعبت ضد الاهلي واش شي واحد غيقول لك هادو غادي يخسروا باربعه هادو غادي يخسروا بثلاثه، ولكن كتشوف الفرقه كيفاش كيموتوا في الماتشات اللي كتوقف عليهم. وي اكيد 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 اكيد. غير واحد القضيه اخويا عبد اللطيف دائما واحد القضيه كنلح عليها انا كرابط باش راه شوف حتى واحد ما كره ان الرجاء تكون 11 لعاب كلها اولاد الرجاء حتى واحد ما كره، غير هو دابا المشكل اذا بغيتي تستافد من اللعابه ديال الرجاء لعابه جو راه كيخص الكادر شي داك السنسول داك الكادر داك السنسول اللي كيقولوا ديال الهيكل العظمي، داك الهيكل العظمي ديال الفرقه خاصو يكون قوي. راه الا ما عندكش 4 ولا 5 د اللعابه اللي موقفين الفرقه ولعاب عندهم تجربه وكيلعبوا بثقه كبيره في النفس وسميتو وكيحيدوا اللعابه لي جون كيحيدوا لهم ديك الرهبه ديال ليكيب بريميير ويعلموهم كيفاش يلعبوا بثقه ويطوروا ماتش مورا ماتش، ما يمكنش هذوك لي جون تعتمد عليهم بلا ما تحلم. هنا هذوك اللعاب كيتحرقوا راه كيخصك لوساتور ديما كتنقيها ديك لوساتور، حيت شتيت واحد الهيكل العظمي ولقيتي واحد العظم كيتسوس كتحيدو وكديبلاصي واحد العظم اخر اللي هو جديد وغادي كل مره كتنقيها كل مره كتنقيها تتبان لك لوساتور عندك فيها 5 اللعابه هازينها شويه تيبان لك واحد فيهم تباع مشى للخليج واحد كيبان لك راه كبر فلانج، كتوجد بدائل مجربين ماشي من لي جون مجربين يكونوا في نفس النيفو كتجيو باش ديما ديك لوساتور كتبقى هزه ليك لي جون وذوك لي جون كيطوروا كياخذوا بلاصتهم كيتيقوا على دابا زريده سي فغي انه كيجتهد كيبغي يجتهد هو كلاعب باش يتطور، ولكن ما تنساش راه كاين لاعبين عندهم تجربه اللي عاونوه، راكم ما لقاش اللي تولي الوسط كون ما لقاش الوردي كذلك والعرجون ملي كان في مستوى عالي ماشي يتطور زريده. حنا دابا حاليا لو ساتور الهيكل العظمي ديالنا بدا شويه لان العرجون بدا كيعيا حنا كنشوفوها متولي راه قلت تقريبا هذا الموسم هو الخدي ما تنظنش انا باقي عنده شي امكانيات بدنيه في شي مواسم اخرى الا اذا ما عرفتش العلم عند الله سميتو يعني الوردي راه دابا موعد ما عرفناش متى غادي يرجع، يعني كيبان لك واحد اعاده تشكل تحت الامامي خلاص كيتعاود من جديد
يعني كيبان لك لوساتور ديال الفرقه بدات كتبدل، دونك كيخصك تقويها. الا بغيتي تبقى تلوح لي جون ضروري لوساتور خصها تكون صحيحه، العظم العظم يكون صحيح. تفضل خويا. اخي يوسف، انا شفت اللي لعب بلاصه العرجونه سميتو اللي سكحان سكحان، اللي كان في السبليون، كان في السبليون جابوه الرجاء، اللي كان في السبليون وجابوه الرجاء. شكون هذا اللي كان؟ واش هذا ديال كوش؟ لا لا، كيلعب الوسط، كيلعب الوسط. هذاك سميتو بولهرود، مزيان في ذاك الماتش، لعب مزيان صاحبي، خرج هذاك الماتش. واه شويه عاوتاني، ماشي لعب مزيان، ولكن المهم راه ما بيش يعني، غير هو واحد لقيته كتبان عليه ديك الموك الكومبيتيسيون، كتبان لان تيبان لك اللاعب بدا كيتخبى، ما كيتبعش البالون، لقيته كيتمشى كاع، شفتو شي لقطات كيتمشى، يعني كيبان لك انه عيا كيبغي يسوفلي، دونك كيخصو يخدم الفيزيك. وربما اونسي جامي، حنا ما بغينا نحرموا حتى شي واحد، نتمنى انه يسترجع امكانياته وتستافد منه الفرقه، علاش لا؟